بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف الثاني الابتدائي، درسنا لهذا اليوم تمثيل البيانات بالجداول. راح نبدأ بفقرة أتعلم. نتعلم خلال هذا الدرس اليوم كيف نمثل البيانات بالجداول. نعد الأشياء ثم نكتب عددها. نمثل البيانات بالجداول بعد الأشياء ثم نكتب عددها. مثلا في هذا المثال نعطيني مجموعة من الحيوانات، الحصان والبقرة والخروف. يطلب من عندي أحسب عددهم وأكتب العدد. الحصان 1 2 3 4 عددهم 4، البقرة 1 2 عددهم 2، والخروف 1 2 3 4 5 6 عددهم 6. أسفل الجدول نعطيني مجموعة من الأسئلة تتعلق بالجدول، نجاوب عنهم. ما عدد البقرات؟ كد عدد البقرات 1 2 عددهم 2. السؤال الثاني، أي الحيوانات عددها أقل من 3؟